السلام عليكم. اليوم في شيوات ام والد راح نديروا دي كاب كيك او شوكولا او المادلين او شوكولا. في هذه الوصفه راح نحتاجوا المقادير التاليه. انا اليوم عبرت بهذا الكوب، هذا يرفد 240 مللتر، يعني هذا يرفد كيما هذا الكاس نفسه، هذا الكاس نفسه، هذا الكوب 240 مللتر. اذا واش راح نحتاجوا؟ راح نحتاجوا زوج حبات البيض، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع نواه كوكو، مغرفه نص كبيره تاع الكاكاو، زوج مغارف كبار تاع النشا، زوج كيسان تاع الفارينه، وحده خميره الحلوه، نص كاس تاع الزيت لافاني، وكاس تاع الحليب. الان جوزوا طريقه التحضير. اذا هنا تقدروا تخلطوا باش حبيتوا، ماشي شرط ان روبو، تقدروا تستعملوا باتور، تقدروا تستعملوا ان فوي. بك هنا باش نسهلو، اذا راح ندير البيض، زوج حبات تاع البيض مع نص كاس تاع السكر، نديرهم يتخلطوا. راح نزيد لهم نص كاس تاع الزيت، كلشي يتخلط مليح. اذا هنا بعد ما خلطت البيض والسكر والزيت، راح نزيد مغرف صغيره تاع لافاني الكل مع بعض، راح نزيد مغرف كبيره ونص تاع الكاكاو بالطريقه، زوج مغارف كبار تاع النشا، الكاس تاع الحليب، نص كاس تاع نواه كوكو. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه لانها تجي بزاف بنينه. ونزيد زوج كيسان تاع الفارينه، وحده خميره الحلوه، اذا نخلط الكل مع بعض. اذا ها هو الخليط تاعنا واجد تاع لي كاب كيك. اذا هنا خديت المول تاع لي كاب كيك او تاع لي مادلين، درت لهم لي كيسات، وراح نبدا نعمر لي كيسات تاعنا، نعمروهم ثلث ارباع، يعني نفوتوا النص بشويه بالطريقه. حجيكم طريقه سهله. اذا انا حنكمل نعمر كامل الكيسات تاوعي، نديرهم يطيبوا على 180 درجه، ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هما لي كاب كيك عفوا تاوعنا، او الا لي مادلين، ها هما واجدين. شوفوا كيفاش جاو، والريحه يعني ما شاء الله في الدار، ريحتهم بزاف شابه ويجوا بزاف بنان. ملاحظه فقط انهم يجوا شويه ناقصين في الحلاوه. الا حبيتوهم حلوين تقدروا تزيدوا حتى الكاس الا ربع تاع السكر، انا درت نص كاس، يعني هذيك هي. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. هنا راح نفتح لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. بسم الله، جا بزاف طري وجا خفيف. ها هو، شوفوا شحال جا خفيف كما راكم تشوفوا. إن شاء الله تكون عجبتكم، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة، وإلى الملتقى.